شويه الضغط ملي كنكون كان جاي من الدار البيضاء كتكون واحد شويه اكتئاب. وانا في الصباح دابا ما كاين والو، دابا ها انت عندنا جوج ونص عندنا ثلاثه البلايص ما كاين والو، كندور البلايص دابا كنقطعوا ب 100 درهم وانا بين 100 درهم كان كيمشي ويرجع خاوي، ما خا 100 درهم ما مخرج انا شي كان كيمشي دابا وكيرجع خاوي. وعرفتي مازوت وعرفتي الله يحسن العوال لا المواطن ولا المواطن ناقص شويه يعني الفياجور ناقص دابا كيكون عارف الصباح واحد شوي من ديك 6 ونص هذيك 8 دافع شويه من الجنجه كاين شويه الفياجور شويه اللي كيجي من الصحراء كتدفع الصحراء ها كيمشي صافي كتقطع العشيه ثاني كاين خريب كا وبني ملال وهذي كيقطعوا تمام المناسب كارسو بليما كيزيدوا 50% كتزادوا 50% السوب بليما كتزادوا 50% كتزادوا كيقطعوا ب 17000 فرانك خريب كا السوب بليما الرخصه كياخذ رخصه كار دابا كياخذ رخصه استثنائيه باش كيمشي يخوي ويرجع خاوي ماهيش الا بغى يهز يطلع للدار البيضاء وما يعطوش الرخصه واللي جا دابا اللي جا من الدار البيضاء هنا ما كيعطوش الرخصه وخا يهز البلايص كاع قال البلايص ما يعطوش حق يهزهم ما كيعطوش كيقول لك حق تكون عندك نفس الشركه ويكون عندك الشركه عندك في اكادير عندك عندك كيران عندهم بان ديبار اكادير عاد يعطوك الرخصه فهمتي ما كاينش الرخصه الكيران ما كاينش بنادمه الرواج شويه كان الرواج الصباح دابا ما كاين والو دابا كيدو 280000 ريال مراكش 70 درهم 80 درهم هذا الشيء مزيان هذا الشيء هذه الامور هي هذيك ومبروك العواشر دابا كاين التاكسيات التاكسيات وكاين الناس الطوموبيلات الحديد موجود دابا ما بقاوش الكيران ما بقاوش واكلين الكيران صافي الكيران دابا صافي الكيران شي دريوج مسكين عنده شي 4 الوليدات هو اللي كيمشي في الكيران هما الناس اللي لاباس عليهم دايرين الطوموبيلات ديالهم الله يسهل عليهم كيمشيو ريزيرفو بالسوبراتور والسات هي هما انا ما تجاد والو بالعكس يلا مول الكار هو اللي ما كيتشتاه اش كيتشتاه كيمشي عامر من هنا ويجي خاوي مثلا الذهب 20 فرانك كيديها كيجي خاوي مضروبه على جوج كتولي 100 درهم باش غادي هذا الفياجور وفينا هو المازوط وفينا هو شحال من حاجات من 20 فرانك 3400 3600 حتى 20000 فرانك كيمشي طالع من هنا عامر كيجي من تما خاوي هذا هو اللي كاين دابا وعلى حساب بنادم على هذا الكيران دابا هادو هما على حساب على حساب الاستقبال على حساب بنادم فين ما كانتش اتجاه فيه بنادم مزيان يرجعوا ليه الكيران الكليان راه معروف اللي معروف راه كيجيو عندو الناس البيرو ديالو ويستقبل مزيان ويمشي مزيان ويمشي بخير وعلى خير هادشي هو اللي كان الوكالات كاع كاملين هادشي باش خدامين الوكالات كاملين غير كلها كاع هادشي كاع اللي داز كاع كلها من كورونا لهاد الجهه ناقص ناقص بنادم وناقص كلشي من شحال من حاجه شحال من حاجه ناقصه فيها شحال من حاجه هي تحسنات شحال من حاجه كلها الايام ديال العيد كاع كامله غير هي هاد المناسبه كيكون واحد شويه الضغط غير شويه وصافي ماشي بحال هاد السنوات اللي دازو ماشي بحال هاد السنوات اللي دازو هما راه كان واحد السنوات دازو راه هنا راه ما تلقى حتى فين توقف حتى فين توقف ما تلقاش حتى ما تلقاش حتى الكار ما تلقاش هما الحمد لله راه كلشي الكرام من راس للراس الخير موجود السخار بنادم ويكون شويه النظام يكون شويه النظام تكون شويه التحسن على الوكالات وعلى كل شيء اي بلاصه والمواطن راه مقهور حتى هو مسكين ها الغلا اي حاجه وكاينين الناس كاع اللي ما عندهمش مساكن وجايين وكيطلبوا وكيشعوا باش يمشيو مساكن ما عندهم اي خمسه وسته وسبعه الدراري كي غايدير لهم بنادم كيتساعد هوكو تم مساعده وصافي.